أهلا بكم مشاهدينا إلى نافذتنا التي نرصد فيها آخر مستجدات وباء كورونا حول العالم. المتعافون من كورونا قد يصابون ثانية بالفيروس، ولكنهم لا ينقلون العدوى إلى آخرين. بالنسبة للأمريكي دونالد ترامب، فقد حسم أمره وبات يتناول عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا للوقاية من الفيروس. خيار الرئيس الأمريكي لا يبدو أنه قابل للتعميم على الأقل في الوقت الراهن، لذلك أجبرت دول عدة حول العالم السكان على ارتداء الكمامات في الشوارع والأماكن العامة، وفرضت غرامات مالية وعقابية على المخالفين لذلك. هذه بعض من عناويننا لهذا المساء، لكن قبل الخوض فيها نتوقف عند آخر إحصائيات ومستجدات الوباء عالميا على هذه الشاشة المباشرة بآخر الأرقام. أعداد الإصابات على مستوى العالم في هذه اللحظة تقف عند أكثر من 4,836,000 في تفاصيل هذه الأرقام عالميا. أعداد الوفيات في العالم هي عند حاجز تقريبا قرابة حاجز 320,000، فيما أعداد المتعافين عالميا هي عند أكثر من 1,800,000. للخوض أكثر في كل هذه الأرقام نذهب مجددا لقائمة الدول الخمس الأكثر تضررا. لا تزال الولايات المتحدة في صدارة هذه القائمة بأكثر من 1,500,000 إصابة في تفاصيل هذه الأرقام. في الولايات المتحدة أعداد المتعافين هي عند أكثر من 283,000، فيما أعداد الوفيات في الولايات المتحدة هي أعلى من 90,000. الولايات المتحدة الرئيس فيها اليوم أمهل منظمات الصحة العالمية 30 يوما للقيام بإصلاحات تجنبها انسحاب الولايات المتحدة من عضويتها. إلى المرتبة الثانية روسيا، التي صعدت خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية تحتل المرتبة الثانية بقرابة 300,000 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في تفاصيل هذه الأرقام. أعداد الوفيات في روسيا هي عند أكثر من 2,800 حالة، فيما أعداد المتعافين في هذا البلد هي عند أكثر من 76,000. روسيا رئيسها اليوم فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء الحكومة تفشي وباء كورونا في بلاده والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا. نذهب إلى المرتبة الثالثة، البرازيل أيضا قفزت خلال الأيام الماضية على هذا السلم لتحتل هذه المرتبة الثالثة بأكثر من 250,000 إصابة مؤكدة بهذا الفيروس. في تفاصيل هذه الأرقام، أعداد الحالات التعافي في البرازيل هي عند أكثر من 100,000 حالة، فيما أعداد الوفيات في هذا البلد تقترب رويدا رويدا من حاجز 17,000 حالة وفاة. الاحتجاجات الشعبية في البرازيل وفي عدة مدن نزلت للشوارع خلال الأيام والساعات الماضية احتجاجا على إجراءات الإغلاق ومطالبة الحكومة كذلك بفتح الاقتصاد من جديد. نذهب إلى المرتبة الرابعة، المملكة المتحدة في هذه المرتبة بحوالي 247,000 حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا في تفاصيل هذه الأرقام. أعداد الوفيات في هذا البلد هي عند حاجز تقريبا 35,000 حالة، ويبدو هذا هو الرقم الذي سمعناه اليوم في الإجاز الصحفي اليومي للحكومة ووزرائها، فيما أعداد حالات التعافي لا تظل متدنية في هذا البلد بأكثر من 1,000 حالة. بريطانيا وباء كورونا أوصل أعداد العاطلين فيها عن العمل إلى مستويات لم تعرفها البلاد منذ منتصف التسعينات. أخيرا نذهب إلى المرتبة الخامسة، إسبانيا بأكثر من 230,000 إصابة مؤكدة بهذا الفيروس. تفاصيل هذه الأرقام، في إسبانيا أعداد المتعافين هي أكثر من 150,000، فيما أعداد حالات الوفاة في إسبانيا هي عند أكثر من 27,000. إسبانيا البرلمان يجتمع غدا لمناقشة تمديد حالة الطوارئ في البلاد للمرة الخامسة على التوالي لمواجهة فيروس كورونا. عموما للخوض أكثر في كل هذه الأرقام التي ذكرناها والمزيد منها على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة العربية كذلك، أتحول إلى شبكة مراسلين من عواصم المنطقة العربية والعالم، وأبدأ من لندن مع عمر بشير. عمر، أبرز ما جاء في الإجازة الحكومي اليوم بما يتعلق بالإصابات، بما يتعلق بمحاولة الاستفادة كذلك كما قال بعض الوزراء من تجارب دول أخرى خاضت في هذا التحدي الكبير القائم. نعم، يعني تحدث في الإفادة اليومية للحكومة البريطانية اليوم وزير البيئة، وقال إن أعداد الوفيات لهذا اليوم بلغت 545 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 35,341 حالة وفاة في عموم البلاد. هو تحدث أيضا عن أو رد الاتهامات ونفاها الموجهة للحكومة البريطانية التي تفيد بأنها أساءت إدارة هذا الملف، وقال إن بريطانيا كانت محظوظة لأن ذروة الإصابة بالفيروس جاءت متأخرة بأسبوعين عن عدد آخر من الدول، فقال إن البلاد هنا
استفادت من تطبيق نظام الاختبارات على حاملي الفيروس من او على المواطنين بشكل عام من تجربة ألمانيا. ايضا استفادت بريطانيا كما يقول الوزير من في تطبيق نظام التتبع الالكتروني لحاملي الفيروس وعزلهم من ما قامت به كوريا الجنوبية. على أي حال يعني التساؤل الأبرز، أين هذه الاستفادة في ظل هذا العدد الكبير للوفيات في البلاد؟ على أي حال أيضا الجانب الاقتصادي مهم ومهم جدا في بريطانيا، تراجع كبير اقتصاديا تحدث عنه وزير المالية وقال إن هذا العام سيشهد ركودا اقتصاديا غير مسبوق. على الأقل في موضوع الزراعة، الموسم الزراعي في بريطانيا بدأ فعليا، وكما جرت العادة في بريطانيا معظم العاملين في هذا القطاع يأتون من أوروبا الشرقية نظرا للتكلفة المرتفعة لهم ماديا، فهم يأتون لهذا لبريطانيا في هذا الموسم ويعودون إلى بلادهم، ونظرا لعدم وجود سفر وتنقل فهم غير موجودين حاليا. الوزير قال إن هناك واحد من بين كل ثلاثة موجود، وقد تلجأ الحكومة إلى الاستفادة من هم على نظام برنامج الدعم الحكومي، حيث تدفع الحكومة 80% من رواتب ما يقرب من 7 مليون بريطاني أو مقيم في بريطانيا، ربما تستفيد بعدد منهم لسد هذا العجز في هذه الخانة الزراعية. أتحول إلى اسطنبول إلى مراسلنا هناك علام مصباحات. علام، يبدو أعداد الإصابات والوفيات كذلك تتجه نحو انخفاض ملموس، ويبدو كذلك في الأنباء أن هناك إجراءات جديدة تمضي الحكومة التركية إلى تنفيذها وتطبيقها، هذا أنا أكثر في صورة ما لديك. بالفعل بهاء، دعنا نبدأ بالأرقام الرسمية التي أعلنها وزير الصحة التركي قبل قليل. كان هناك 28 حالة وفاة في الساعات 24 الماضية، ما يرفع حالات الوفاة إلى 4199 حالة وفاة، والإصابات كانت 1022 حالة إصابة جديدة في الساعات 24 الماضية، ما يرفع مجموع الإصابات إلى 151615 إصابة، بينما كانت حالات الشفاء 1318 حالة شفاء في الساعات 24 الماضية، ما يرفع مجموع حالات الشفاء إلى 112895 حالة شفاء بحسب الأرقام الرسمية التي أعلنت من السلطات الآن. هذا يأتي بعد إجراءات أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أبرزها بثلاث نقاط رئيسية. أولا يعني فرض حظر تجول شامل في عطلة عيد الفطر القادم لمدة 4 أيام شاملة، والإعلان عن وقف الفصل العام الدراسي بشكل كامل، وأن العام الدراسي الجديد سيبدأ في سبتمبر أيلول القادم، بالإضافة إلى الإعلان عن أن المساجد ستعاود فتح أبوابها في 29 من الشهر الجاري، وهو ملف قد يفتح جدلا واسعا بين الحكومة من جهة والمعارضة من جهة أخرى، وهي المعارضة التي تطالب بإجراءات مشددة وتحذر من خطورة الأوضاع القائمة، لا سيما وأن هناك حالات ازدحام واكتظاظ شديدة شهدتها البلاد في كل المجمعات التجارية والميادين والشوارع، وبالتالي هذا تسبب في الكثير من المخاوف ليس فقط لدى المعارضة ولكن أيضا لدى السلطات الرسمية، وتحدث عنها وزير الصحة التركي صراحة في وقت سابق. إلى بيروت مع ليلى خليل من هناك. ليلى، يبدو المجلس الأعلى لديك المجلس الأعلى للدفاع أوصى باستمرار الإغلاق، التفاصيل والأصداء كذلك؟ صحيح، المجلس الأعلى للدفاع أوصى بتمديد حالة التعبئة العامة أسبوعين إضافيين لغاية 7 من شهر يونيو المقبل، وهذا ما سيتخذه هذا القرار سيتخذه مجلس الوزراء في الجلسة التي ستعقد يوم الخميس، علما أن حالة التعبئة العامة تنتهي في 24 من هذا الشهر، وبالتالي سيتم تمديدها أسبوعين. تم تسجيل اليوم 23 حالة، 8 منها للمقيمين و15 للقادمين أو المغتربين الذين تم إجلاؤهم خلال 24 ساعة، وهذا رقم مرتفع. اليوم رئيس الحكومة حسان دياب خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم حذر اللبنانيين من العودة إلى الإغلاق التام للبلاد بسبب تفلت البعض وإذا لم يكن هناك التزام، ودعا الجميع إلى التزام بالإجراءات الصحية والحماية المطلوبة من الجميع خلال ذهابهم إلى أعمالهم، علما
تماما أن نحن منذ يوم أمس عدنا إلى الإجراءات التخفيفية، وبالتالي العديد من القطاعات عادت إلى العمل. لا مدارس، العام الدراسي سيستكمل فقط من المنازل، وهذا ما تم أقراره اليوم أيضا بعدما أعلن عن ذلك وزير التربية منذ يومين عن إلغاء أيضا الامتحانات للثانوية، الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية. وأيضا تستكمل عملية إجلاء المغتربين اللبنانيين والتي ستنتهي في 24 من هذا الشهر أيضا بهاء. نعم، أذهب إلى دبي معنا من هناك مراسلنا عبد الله الزعبي. عبد الله، الجديد لديك وجديد هذه الإجراءات في البلاد التي يبدو بأنها ماضية نحو تجديد الإغلاق أكثر خلال الأيام القليلة المقبلة؟ نعم، بالفعل هي ذاهبة إلى التجديد أكثر خلال الأيام المقبلة، وبالتحديد من منذ أو اعتبارا من يوم غد الأربعاء، حيث ستبدأ ساعات التعقيم أو برنامج التعقيم الوطني من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 6 مساء، بعد أن كانت إلى تمتد إلى 10 مساء هنا في الإمارات. هذا القرار يشمل جميع إمارات الدولة بلا استثناء، وذلك بعد تسجيل عدد كبير من الحالات خلال شهر رمضان المبارك. قد تكون الحالات فاقت 15,000 التي سجلت خلال شهر رمضان فقط يوم أمس، واليوم تم الإعلان عن إجراء أكثر من 38,000 فحص، نتج عنها حوالي 873 إصابة جديدة، رفعت عدد حالات الإصابة إلى 25,063 إصابة لغاية الآن. ولكن عدد حالات الشفاء هو بارتفاع أيضا ملحوظ، حيث تم الإعلان أمس عن أكثر من 1,000 حالة شفاء، واليوم أيضا تم الإعلان عن 1,214 حالة شفاء. أيضا هذه رفعت عدد حالات الشفاء إلى 10,791 حالة شفاء، وأيضا 3 وفيات، رفعت عدد حالات الوفاة إلى 227. أيضا الإمارات اتجهت إلى التشديد على الغرامات، وأيضا الغرامات للمخالفين للإجراءات الوقائية، غرامات تصل من 3,000 أو تتراوح ما بين 3,000 إلى 50,000 درهم للمخالفة، وأيضا تكرار المخالفة قد يؤدي إلى الحبس 6 شهور أو الغرامة 100,000 درهم، بالإضافة إلى من يكرر هذه المخالفات ستنشر صورهم في الصحف اليومية. نعم. ماذا عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؟ معنا من الخليل رائد الشريف، ماذا عن عودة هذا المنسوب القلق في ظل عودة الارتفاع في معدلات الإصابة؟ نعم، وزيرة الصحة الفلسطينية كانت قد أعلنت عن 9 حالات تعافي في القدس والخليل، وقبل قليل أعلن عن إصابة 3 فلسطينيين في قطاع غزة من الذين عادوا من معبر رفح. لكن هناك موضوع آخر وهو الشمال الغربي للخليل، منطقة بيت أولى، 13 إصابة خلال اليومين الماضيين. محافظ الخليل قال هذه طفرة وغير مسبوقة على مستوى المحافظة أن يصاب عدد كبير من الفلسطينيين بهذه الطريقة، وحتى هذه اللحظة على ما يبدو بأنه المصدر غير معروف، وبالتالي قال سنشدد الإجراءات. والمقصود هنا ليس فقط الشمال الغربي بيت أولى والمناطق القريبة منها، وإنما ربما الخليل، أي قبل يوم الجمعة من الإغلاق الذي أعلن من قبل مجلس الوزراء. وبالتالي نحن نتحدث هنا عن نسبة 80% قد تعافت، وصلت تقريبا إلى 81.8%، وهذا يعني أن هناك انخفاض في عدد الإصابات خلال الأيام الماضية. لكن قصة بيت أولى والإصابات التي ظهرت بها، النقطة التي يجب أن نتحدث عنها وهي نقطة هامة، وهو موضوع العمال الذين سيعودون بعد أيام قليلة. نحن اليوم 26 من شهر رمضان المبارك، وهم سيعودوا مع نهاية الشهر الفضيل، وبالتالي عودة قرابة 60,000 عامل من الداخل من الخط الأخضر ومن مدينة القدس المحتلة، هذه مشكلة كبيرة. صحيح. عليهم طبعا أن يأخذوا بالإجراءات، وكذلك على الحكومة الفلسطينية أن تتحمل مسؤولياتها بخصوص هذا الموضوع، عمليات الفحص وكذلك الحجر، وأنت أعلم بذلك عندما يعود
يعني عشرات آلاف العمال من القدس وداخل الخط الأخضر إلى الضفة الغربية إلى يعني من جنوبها إلى شمالها. صحيح، لا شك هذا يحمل تحديات كبيرة. لكن أخيرا نذهب إلى الجزائر مع مراسلنا هناك حسان جزائري. حسان، حظر جزئي خلال يومي العيد، وكذلك الحكومة تمضي أكثر نحو معاقبة من يمتنع عن ارتداء الكمامة وغيرها من الإجراءات الوقائية، ضعنا أكثر في التفاصيل. نعم بهاء، قررت الحكومة الجزائرية تشديد إجراءات الحجر الصحي خلال يوم العيد بزيادة ساعات الحجر الجزئي، حيث ستكون بداية من الواحدة ظهرا إلى غاية السابعة صباحا، مع منع حركة المرور والتنقل بالسيارات داخل الولايات وكذلك بين الولايات، مع غلق المقابر ومنع زيارة المقابر كما جرت عليه العادة هنا في الجزائر خلال يومي العيد. كما تحدثت الحكومة عن إلزامية ارتداء الكمامات وتسليط عقوبات على كل مخالف لهذا القرار، سواء قرار منع التجوال خارج ساعات الحظر الجزئي أو أيضا ارتداء الكمامات. كما قالت الحكومة بأنها ستسمح لمحلات القماش وكذلك الخياطة بالعودة لمزاولة نشاطهم للتشجيع على إنتاج الكمامات وتلبية الطلب اليومي. من جهتها وزارة الصحة وعدت بتوفير 7 ملايين كمامة أسبوعيا ستكون تحت طلب المواطنين حتى تلبي الطلب الكبير. صح. على الكمامات. أما من ناحية أعداد الإصابات فقد سجلت الجزائر اليوم 176 إصابة جديدة مع 6 وفيات لحد الآن، استقرار في عدد الوفيات لكن نعرف منحى تصاعدي في عدد الإصابات. وزارة الصحة ترجع هذا إلى عدم التزام المواطنين خلال أيام رمضان بإجراءات الوقاية وكذلك التباعد الاجتماعي، تجدهم في طوابير أمام محلات المواد الغذائية وكذلك في الأسواق. شكرا، شكرا جزيلا لك حسان، ولشبكة مراسلينا من مدن وعواصم المنطقة العربية والعالم شكرا جزيلا لكم جميعا. أهلا بكم من جديد. كشف تقرير طبي كوري جنوبي أن المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد غير قادرين على نقل العدوى إلى آخرين بعد أسابيع من تعافيهم من المرض. يأتي هذا بينما يؤكد طبيب البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يتناول عقار هيدروكسيكلوروكوين المضاد للملاريا منذ أكثر من أسبوع لمقاومة الإصابة بفيروس كورونا. وفي سبيل تجنب العدوى بالفيروس أيضا تجبر دول عدة حول العالم السكان على ارتداء الكمامات في الشوارع والأماكن العامة وتفرض غرامات مالية وعقابية على المخالفين لذلك. لنقاش هذه المواضيع والمزيد منها أيضا ينضم إلينا عبر سكايب من إسكس في بريطانيا الدكتور ضياء كامل المختص في علم الباثولوجي. دكتور ضياء مساء الخير، مرحبا بك معنا من جديد. أبدأ معك من هذا التقرير الكوري الجنوبي. مساء الخير، أهلا وسهلا. يقول بأن مصابي كورونا لا ينقلون العدوى بعد تعافيهم بأسابيع. سمعنا جدلا كثيرا حول هذا الأمر طيلة الفترة الماضية. هل بقراءتك التقرير الكوري الجنوبي هو مدعاة للطمأنينة قليلا في هذه المرحلة؟ نعم نعم، هو في البداية أحب أن أوضح أن عند الإصابة بكورونا الإنسان ينتج عنه جسم الإنسان ينتج عنه اللي هو الأنتي بوديز أو الأجسام المضادة اللي هي بتردع الفيروس، ومفروض أن الإنسان يكون معدي من اليوم الخامس أو اليوم الرابع إلى اليوم العاشر أو الاثناشر. ولكن الدراسة يعني درست بعض المرضى استمر معهم ان هم الفيروس ما كان موجود حتى اليوم الثاني والثمانين، وطبعا ده كان غريب جدا. ولكن لحسن الحظ كانت هؤلاء المرضى اللي هم تعافوا تماما من كورونا لما عملوا الفحص لقوا ان هم فعلا عندهم الفيروس بنسبة ضئيلة، ولكن الفيروس لم يتمكن من العدوى في المختبر أو لن يتمكن من التكاثر في المختبر أو عدوى الخلايا في المختبر. وينتج عن ذلك أن هؤلاء المرضى عندهم نسبة ضئيلة من الفيروس الضعيف أو المميت أو الميت عفوا اللي هو لا يعدي. لأن طبعا حضرتك عارف اللي هو الفحص يتطلب تكبير الحمض النووي بتاع الفيروس RNA عن طريق PCR، وتكبيره ممكن يكون في جزء ضئيل جدا. الفحص لا يميز بين الفيروس الحي أو الفيروس الميت، ولهذا الاستنتاج أن هؤلاء المرضى اللي هم استمر عندهم الفيروس لفترة طويلة كان عندهم فقط فيروس ميت أو غير معدي وليس للضرر عليهم خالص أن هم
يعيشوا ولا يستدعي انهم يعملوا ايزوليشن او حجر لهم بالمره. عاده هنا في بريطانيا بعد 7 ايام او لو اي واحد عنده اعراض او يقعد 7 ايام في البيت. لو جاءت لو حد من الاسره عنده اعراض يقعد 14 يوم في البيت، لان يستدعي ان الفيروس يستوجب فتره اللي هي الحضانه 7 ايام زائد فتره المرض حوالي 7 ايام. يعني بعد اسبوعين بيكون الفيروس غير معدي. وبعض الاقاويل وفي دراسات علميه تقول بالاكثر 3 اسابيع، بعد 3 اسابيع يكون الفيروس غير معدي بالمره. وهذه الدراسه طبعا في كوريا الجنوبيه دراسه مهمه جدا، وكانت يعني بشرة خير ان هم ممكن المرضى هؤلاء المرضى لن يكون عندهم فيروس معدي مزمن او ممكن ان هم يفتحوا الانغلاق ويعيشوا بين الناس ومفيش اي مشاكل خالص. صحيح. سأسألك دكتور أيضا عن تصريحات الرئيس الأمريكي خلال الساعات الماضية بأنه يقول هو منذ أسبوع أو أكثر يتعاطى هيدروكسيكلوروكوين، بحسب ما نعرفه بأنه هو غير مصاب. بتصورك نعم. لماذا يتعاطى الرئيس عقار كلوروكوين؟ طبعا هيدروكسيكلوروكوين أو كلوروكوين مع الأنتيبيوتيك اللي هو أزيثروميسين كان في مارس صرح عليه الرئيس ترامب أنه ممكن يعالج وهكذا. أحب أن أشير أن منظمة الدواء والغذاء الأمريكية FDA أقرت عدم وجود أي دواء لكورونا حتى الآن، لم تعتمد أي دواء لكورونا حتى الآن، وده لازم يكون واضح لكل الناس. كل الاجتهادات بكلوروكين أو هيدروكسيكلوروكين دي كلها استنتاجات، ينبغي علينا أن نتبع الإجراءات الصحية والإجراءات اللي هي المعهودة لكي يعتمد الدواء. ولكي يعتمد الدواء لازم يكون هناك دراسات طويلة وكبيرة على أعداد كبيرة من المرضى وتبرهن فعالية الدواء. الدواء ببساطة يعتقد أنه هو يمنع دخول الفيروس إلى الخلايا بأنه هو يمنع المستقبلات بتاعة الـ ACE2 receptors في الخلايا. هذا قيل، وأيضا قيل كثير جدا الدواء ليس له تأثير في الجسم بالمرة. في بلاد زي فرنسا وأعلنوا أنهم ممكن يستعمل الدواء في الحالات الطارئة فقط، وكان في طبعا تردد في هذا الموضوع. صحيح. حتى في علاج الملاريا الآن الدواء في نيجيريا مثلا تأثيره غير فعال. صحيح. كما كان في الأول. جدل دكتور حول فعاليته وبعض الدول لجأت لاستخدامه في الحالات الطارئة كما أشرت، لكن نتحدث هنا عن رئيس لا تظهر عليه أي أعراض ويتعاطى الأمر على مدى أيام. هل يأتي هذا في سياق الدعاية ربما للدفع باتجاه استخدام العقار؟ ممكن. أنا يعني مش ليس عندي علم بالمرة ما يقصد الرئيس ترامب، ولكن هذا خطأ بالمرة. لا ينبغي استعمال هذا الدواء إلا تحت إشراف طبيب. في بريطانيا هنا لا يستعمل إلا في التجربة على الحالات القصوى أو الحالات الطارئة فقط، من ضمن خطة علاج اسمها الخمسة أسلحة، منها الهيدروكسيكلوروكين وأزيثروميسين مضادات الفيروسات وهكذا. جميل. ولكن فعاليته واعتماده النهائي لن يعتمد نعم. معلش دكتور لأستغل الوقت معك أخيرا، الجدل حول كلوروكوين قائم والجدل حول ارتداء الكمامات قائم، بعض الدول تفرض غرامات وبعضها كبير وباهظ، هل نعم. هل هي خطوات في محلها بتصورك؟ نعم. هو الكمامة المعهودة عندنا هو اسمها السيرجيكال ماسك، هذه تمنع الرذاذ فقط وليس تمنع الفيروس. والفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ، لكن ليس تمنع اللي هو مرتديها بأن يعدى بالفيروس، لأن الفيروس صغير حجمه صغير ممكن يروح في أي كمامة. لكي نستعمل كمامة اللي هي تمنع الفيروس تماما في كمامات معينة اسمها N95 أو FFP2 أو FFP3، ولكن في بعض الدول كتير يعني فرضت استعمال الكمامة، لأن لو كل الناس استعمل الكمامة الرذاذ لن ينتقل من شخص لآخر، وهذا مؤثر جدا في تقليل العدوى من شخص لآخر. لو أنا استعملت الكمامة الطبية أو الكمامة العادية اللي هي بيستعملوها لن أنقل المرض لشخص آخر. وطبعا دوت كان رجح في استعماله مثلا في المواصلات أو في الأماكن المزدحمة اللي هو ما فيهاش السوشيال ديستانسينج أو 2 متر
لازم يكون بين كل شخص واخر مترين، وفي هذه الحاله لو كانت المسافه قصيره جدا يجب استعمال الكمامه. شكرا، شكرا جزيلا. الكمامه كما قلت هي نعم شكرا. معلش اعذرني، وقتنا انتهى تماما لنترك تفضل تفضل دكتور باختصار. شكرا. شديد تفضل. نعم، فالناس اللي هي بتقول الكمامه لا يجب ان تستعمل، بيقولوا ان هو احسن السوشيال اللي هو الانسان يغسل ايده ويستعمل المسافه مترين افضل بكثير من الكمامه. الناس اللي بتقول ممكن الكمامه تمنع العدوى طبعا ب 75%، ولكن الكمامه ممكن توهم المرتديها بايهام خاطئ ان هو محمي تماما. صحيح. الكمامه ممكن يكون استعمالها خاطئ لان ممكن الانسان يلوثها باليد وهكذا. شكرا جزيلا، وقتنا انتهى معك تماما. شكرا جزيلا. شكرا من إسكس في بريطانيا عبر سكايب الدكتور ضياء كامل المختص في علم الباثولوجي، شكرا جزيلا على انضمامك إلينا. بهذا نصل لختام نافذة هذا المساء، ظلوا بخير ونعود ونلتقي في نوافذ أخرى إلى اللقاء.